هل يجوز رمي الجمار في وقت غير وقت السنة أو بعد المغرب مثلا، للذين يخافون من الزحام أو الاختناق والمزاحمة، وللذين لا يستطيعون؟ في أيام التشريق يبتدئ رمي الجمرات من زوال الشمس، أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، إلا اليوم الثالث عشر فإنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس، لأن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس ليلة الثالث عشر. فالوقت والحمد لله واسع. نبدأ بجمرة العقبة. جمرة العقبة من طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر. ولمن يخشى من الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، هذه جمرة العقبة. الجمرات الثلاث يوم 11 و 12 و 13 لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي بغروب الشمس. نعم.